تشافي هرنانديز هو مدرب برشلونة القادم بعد إقالة كومان. أخيرا مبروك يا رجالة، مبروك لجمهور برشلونة هذه صفقة الموسم. قدوم تشافي في حد ذاته صفقة، وطرد كومان في حد ذاته أكبر صفقة. ما هي توقعاتكم لعودة تشافي إلى برشلونة؟ هل يفعل مثل ما فعل زين الدين زيدان مع ريال مدريد بعد إقالة بينيتيز ويعود برشلونة بشكل تدريجي إلى المنافسة، أم يحتاج برشلونة وقتا أطول من أجل العودة من جديد، خاصة مع مدرب ابن النادي، مدرب ابن كاتالونيا، مدرب أسطورة النادي؟ كان معكم عبد الكريم، منتظر آراءكم. السلام عليكم، مبروك لكل عشاق برشلونة. تشافي بعد هالمباراة بيروح؟ أكيد حزينين أن تشافي بيروح، لكن نفس الوقت سعيدين أنه راح يدرب فريق كبير طلع من السد إلى برشلونة. تشافي قدم يعني فكر جديد للكرة القطرية. نعم. لنا خاصة إحنا كلعيبة نادي السد، يعني كان شرف لنا كبير أن إحنا حظينا بهذا الشرف أنه هو يدربنا كلاعب كبير، وإحنا كمدرب كبير الفكرة اللي هو عنده من زمان، ممكن الناس بداية الموسم أو أول ما مسك الفريق كانوا ينتقدونه، لكن شفت الفكر الكروي الجديد، الطريقة الجديدة. أنا أعتقد كل الفرق عانت بهذا الأسلوب. قل لي قبل مباراة اليوم في الاجتماع، إيش دار بينك وبين تشافي في مباراة الوداع؟ والله يعني أكيد يعني في حزن لأن تشافي بيطلع، خصوصاً تعرف يعني لعب معاك ولعب معانا ودربنا، أكيد قضينا أيام ممتعة يعني وجميلة، ولحظات فرح وحزن أكيد يكون مؤثر رحيله. من هو